السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائنا وبناتنا طلبة الثانوية العامة، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير كده إن شاء الله، وربنا يكرمكم ويوفقكم. إن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة نبص كده على امتحانات التجريبية بتاع الوزارة، فيلا بينا نبدأ على طول. الجملة الأولى بتقول يسطي at 5 past 7 I space my application to the company website. بص على طول عندك كلمة yesterday at 5 past 7 يبقى تحديد وقت معين في الماضي، يبقى ده كده على طول ماضي مستمر، يبقى was uploading. الجملة الثانية in case of you can use the left exit، في حالة الـ A ينفع تستخدم المخرج اللي على الشمال، يبقى طبعا في حالة الطوارئ يبقى emergency. Space he enough money he would buy a new car، طبعا عندك would plus infinitive دي الحالة رقم 2، يبقى هنستخدم هنا had علشان ده بديل لكلمة F، وطبعا دي من الحاجات الملغية عليك السنة دي. رقم 4 some elderly people need special care while their families are at work thus they go to a space center، بعض كبار السن بيحتاجوا لرعاية خاصة لما أسرهم بيبقى في الشغل وبالتالي محتاجين يذهبوا إلى مركز لرعاية المسنين، يبقى day care center. تمام. الجملة بعد كده you have to make up your mind on you need to buy، يعني من الافضل انك تحدد بسرعة انت عايز تختار ايه. هنا نختار كلمة what علشان مفيش عندك قبلها noun، مفيش اسم قبلها on the things that you need to buy، مفيش طبعا اي اسم، يبقى انت محتاج كلمة what. رقم 6 recently Egypt has space its latest satellite، طبعا عندك كلمة satellite يبقى يطلق قمر صناعي، يبقى رقم D launched. 7 look for your pencil in the drawer it space be there next to the ruler، دور على القلم الرصاص بتاعك في الدرج، هو ايه جنب المسطرة، يبقى اكيد جنب المسطرة، يبقى must لابد. To protect the environment it's a must to ban carbon dioxide space into the atmosphere، عشان نحمي البيئة من الضروري ان احنا نحرم ثاني اكسيد الكربون ايه الى الغلاف الجوي، يبقى طبعا انبعاث، يبقى emission. It's a planet that Mona، تكملش بقى الجملة، عندك كلمة plan، عندك كلمة intend، عندك كلمة decide، عندك حاجة تحصل في المستقبل، وعندك evidence في الوقت الحالي، look out، watch out، take care، be careful، كل ده يبقى am is are going to plus infinitive. My grandfather was a strong in the importance of girls education، جدي كان ايه بأهمية تعليم البنات، يبقى مؤمن، يبقى believer. طبعا بايونير معناها رائد، من الكلمات المهمة برضو عندك في المنهج. My mother has me space the shopping every week، عندك has وبعد كده اسم شخص، يبقى على طول انت محتاج الانفينيتيف، ده كده اللي هو المبني للمعلوم. طب لو في get my mother gets me يبقى to plus infinitive to do. طيب لو قال لي بقى my mother has the shopping او gets the shopping، يبقى في الحالة ده كده بتجيب التصريف رقم 3. Sometimes noise leads to losing، احيانا الضوضاء بتؤدي الى فقدان، ايوه يبقى concentration تركيز on your work في الشغل بتاعك. In the last two hours I space my lessons، في خلال اخر ساعتين انا ايه الدروس بتاعتي، عندك in the last two hours معناها for the last two hours، يعني لاخر ساعتين او في اخر ساعتين، يبقى معنى كده the present perfect I have revised. It's difficult to fight germs as they are، من الصعب ان احنا نحارب الجراثيم لان هما طبعا دي حاجات غير مرئية، يبقى invisible غير مرئي. The doctor advised Sally، عندك advise، عندك الا وعندك permit، مدام في بعديهم مفعول او اسم، يبقى في الحالة ده بتستخدم to plus infinitive، يبقى to take. طب لو ما كانش فيه Sally the doctor advised، يبقى advise taking على طول. 16 you would be in a gale if the weather was very، طبعا دي الكلمة الأساسية بتاعتك اللي هي كلمة gale، يعني معناها رياح قوية، يبقى انت عايز كلمة بتساوي هيبقى كلمة windy. The main dish was space good that، في عندك adjective صفة وفي بعدها كلمة that، يبقى على طول انت محتاج كلمة so. So صفة و that، so many، so few، so little، so much، ده كله على طول بتجيب قبلهم كلمة so، بس أهم حاجة يبقى فيه كلمة that. طب لو كلمة such يبقى لازم فيه أو آن والصفة واسم، والاسم بتاعك يبقى مفرد ويحد.
The new employee knows that getting promoted quickly pays hard work. يعني الموظف الجديد عارف انه علشان يترقى بسرعة لازم الكلام ده كله ايه على العمل الجاد يبقى يعتمد على يبقى depends on. I stopped the book to answer the phone. انا توقفت الكتاب علشان ارد على التليفون يبقى انا توقفت عن قراءة الكتاب. يبقى في الحالة ديت verb plus ing. I stopped reading. طبعا stop بتجيب بعدها to plus infinitive يبقى يتوقف لكي يفعل شيء. هنا ينفعش اقول لك I stopped to read. انا توقفت لكي اقرا الكتاب لكي ارد على التليفون طبعا ما تنفعش. 20 An efficient teacher doesn't silence the students but he spaces them. المدرس الكف مش بيسكت الاولاد ولكن بيعمل انضباط يبقى disciplines. 20 اللي بعد كده 21 I wish I space the stamina to go on a diet in the days to come. عندك in the days to come يبقى ده كده future في الايام اللي لسه هتاجي يبقى ده كده could have. علشان وش طبعا بتكلم في الفيوتشر بستخدم كلمة could او would. عندك يبقى could وبرضه دي من الحاجات الملغية السنة دي. He thought of all the space alternatives to solve his problems. وفكر في كل ايه alternatives طبعا اللي معناها البدائل. كل البدائل ايه علشان يحل المشكلة يبقى البدائل المتوفرة المتاحة يبقى available. A space of the 20 applicants for the job had studied abroad. ايه من العشرين متقدم للوظيفة درسوا في الخارج. طيب خلي بالك عشان هنا الجملة دي كده of the 20 applicants طلبة كتيرة ممكن ما تبقاش عارفة تختار ايه. every غلط. ليه every غلط؟ علشان لازم اقول everyone of. لازم بعد كلمة every في الحالة دي يبقى في one. مفيش one يبقى every غلط. طب either مش بتكلم عن يعني بخيارك ما بين حاجتين. both مش بتكلم عن اتنين يبقى each. يبقى each of او each one of. دي صح ودي صح. One of the advantages of space work is that you can decide on how much work you can do. واحدة من مزايا ايه العمل انك تقدر تقرر انت هتشتغل قد ايه. يبقى العمل الحر اللي هو freelance. 25 What would you have done if you spaced to clean the playground. برضو عندك would have done يبقى على طول الحالة رقم 3. يبقى في الحالة دي كده انت محتاج هناك past perfect had plus pp. بس هنا لو انت طالب منك يبقى الجملة بتاعتك مبنية للمجهول يبقى had been asked جملة passive وبرضو دي من الحاجات الملغية. 26 they really played well the whole match but unfortunately it was in space they lost. هما لعبوا كويس جدا طول المباراة ولكن unfortunately لسوء الحظ الكلام ده كان ايه هما خسروا يبقى كان بلا جدوى يبقى in vain بلا جدوى. طيب الجملة رقم 27 my flat is tidy I space bother myself to get it clean today. شقتي نظيفة انا ايه يعني اتعب نفسي علشان هي تتنظف وعلشان ان انا انظفها يبقى انا مش محتاج ان انا اتعب نفسي يبقى I need not. طبعا must not لا يجب وطبعا ما تنفعش خالص. طب don't have لازم بعد don't have يبقى فيه كلمة do هي بتساوي don't need to. اما need not بنجيب بعدها الانفينيتيف على طول المصدر فقط. 28 people seek out space professions الناس بتسعى الى الوظائف الايه يبقى الوظائف المحترمة التي تحظى باحترام يبقى respectable professions. وهنا نفرق بقى سريعا كده ما بين كلمة respectable و respectful و respected. respectable مجتمع بيعتبر سلوك او تصرف او وظيفة او ايا كان محترمة يبقى الحاجة دي مقبولة. اما respectful معناه يظهر الاحترام للاخرين. طب respected بمعنى محترم بسبب الإنجازات والأعمال بتاعته. يعني لك مثلا respected scientist يبقى عالم محترم. respected professor. respected teacher. respected engineer وهكذا. 29 where space to prison. أين إلى إيه فإلى السجن. طبعا في عندك هنا علامة استفهام يبقى ده كده سؤال. يبقى بعد أداة استفهام محتاج فعل مساعد أو فعل ناقص. يبقى A دي غلط و C غلط عشان ما فيش عندك بعد أداة استفهام فعل مساعد أو فعل ناقص. يبقى اما عندي بي يا اما دي. طيب عندي ايه كلمة thieves معناها لصوص فانا كده اقول مش اين اللصوص اخذوا الى السجن ولكن اخذوا. يبقى الجملة بتاعتك مبني للمجهول يبقى where the thieves taken. 30 my youngest son enjoys ابن الاصغر ايه stories قصص
بيستمتع بالقصص، يبقى طبعا تأليف اللي هي making up stories، تأليف القصص. طيب بالنسبة للقطعة، انت وقف الفيديو بتاعك كده مثلا 5 دقايق، اقرا القطعة بتاعتك بشكل كويس، وبعد كده نراجع الإجابات مع بعض. الإجابات مع بعض. السؤال الأول بيقول local green companies، الشركات دي كده مالها بتعمل ايه؟ الإجابة بتاعتك رقم B work with old paper and mobile phones. طب ازاي؟ بص لو رجعنا هنا كده، ادي local green companies can make these old posters and magazines into recycled paper كمان، and they can transform your old mobile phone into a new one. يبقى بيستخدموا المجلات والبوسترات القديمة بيعودوا تصنيعها مرة تانية، حتى كمان موبايلك القديم ينفع ان هم يخلوه جديد. طيب السؤال رقم 2 بيقول plastic bottles are، زجاجات البلاستيك مالها؟ طبعا الإجابة تبقى رقم A bad for the environment، سيئة بالنسبة للبيئة. طيب منين؟ بص انت عندك هنا كده الفقرة الثانية، الفقرة الثانية كده من أول التوين، when you drink from plastic bottles you won't help the planet it looks harmless، هي شكلها بتبقى يعني بلا ضرر، ولكن but plastic is a material that's difficult to recycle، البلاستيك ده كده مادة صعب جدا انك تعيد تصنيعها، وبالتالي يبقى ده كده ضار بالنسبة للبيئة. طيب السؤال بعد كده رقم 3، a lot of food products come in، معظم المنتجات الغذائية بتجي في ايه؟ طبعا الاجابة بتاعتك رقم دي lots of bags and boxes، الكثير من الحقائب والشنط والكلام ده كله. طيب عرفنا منين؟ اهي a lot of modern food products، معظم منتجات الأغذية have many packaging and it is a waste، بيبقى يعني في تعبئة، في تغلفة كتير جدا، والكلام ده يعتبر ايه؟ تبذير. طيب السؤال بعد كده بيقول if you have a bath you will، لو انت اخدت bath يبقى في الحالة كده انت هتعمل ايه؟ you will waste water رقم C. طيب ازاي يعني waste water؟ عندك هنا كده اهو من اول هنا كده don't have a bath، اوعى تاخد bath، have a shower، خد بدل من الباث شاور. طب ليه بقى؟ when you have a bath، لما بتاخد bath you use approximately 90 liters when you have a shower، يبقى انت بتستهلك يعني حوالي 90 لتر عن ما بتاخد ايه؟ شاور، وبالتالي يبقى الباث انت كده بتضيع ميه كتير كده. الجمله اللي بعد كده او السؤال بعد كده the planet will survive if، الكوكب بتاعنا سوف يعني يستمر او يبقى، طبعا بدون حتى بترجع للقطعة، if we stay home this evening، طبعا دي غلط خالص. رقم B you drink، لو انت شربت في ازايز بلاستيك احنا قلنا ان هي كده كده دي مضرة. start saving water، يعني الكوكب هيتدمر لو بدأنا نوفر مية، طبعا لا. if everybody practices in saving it، لو كل الناس شاركت في ان هي تحمي. سؤال بعد كده which of the following sentences is not true، اي من الجمل الاتية، خلي بالك not true ليس صحيح. طيب تعال نقرأ برضو مش محتاج ترجع للقطعة، there are many companies that reuse all things، في شركات كتير جدا بتعيد استخدام الأشياء، دي صح. طيب people drink in plastic and glass bottles، الناس بتشرب مية في أزاز من البلاستيك ومن الزجاج، مظبوط. طب آخر واحدة water is the most important natural resource in the world، المية أهم مصدر، أكيد طبعا صح. طب رقم C modern food products help the planet، لا طبعا دي مش بتحمي البلانت خالص، دي احنا قلنا ان هي بتجي في يعني حاجات مغلفة كتير وبالتالي ده ويست. طيب السؤال بعد كده بيقول what is the main idea of the passage، الفكرة الأساسية من القطعة، طبعا different ways to protect our planet، طرق مختلفة لكي نحمي الكوكب. what does the underlined word them refer to، كلمة them بتعود على t-shirts and jeans، منين؟ لو رجعنا كده هنا للقطعة بتاعتنا نرجع على طول للجملة اللي قبلها، ادي collect those t-shirts and jeans، اجمع التيشيرتات والبنطلونات الجينز بتاعتك that are too small for you and give them، وديهم، يبقى هتدي ايه؟ يبقى هتدي التيشيرتس والجينز للتشاريتي الجمعية الخيرية. طيب السؤال اللي بعد كده find in the passage، طلع من القطعة two words that mean nearly، كلمة بتساوي كلمة nearly وكلمة بتساوي كلمة gather، nearly بتساوي كلمة approximately تقريبا موجودة في القطعة، و gather معناها يجمع بتساوي كلمة collect. آخر سؤال what do you think would happen if we don't start saving the planet، يعني في رأيك إيه اللي هيحصل لو إحنا
ما بدأناش ان احنا نحافظ على الكوكب بتاعنا. يعني هنا اي اجابة بتبقى صح. فانت ممكن تقول we and the next generations، احنا والاجيال اللي جاية will suffer a lot، هنعاني كثيرا. Also our planet، كمان الكوكب will come to an end، سوف ينتهي او سوف طبعا يتم تدميره. طيب مسألة القصة صلاول بيقول regardless of Rose's opinion Rudolf Rosendahl has، بغض النظر عن رأي روز إلا إن رودولف روزندال ده كان إيه أو رودولف روزندال كان إيه. طبعا هي روز قالت إن هو أنت إنسان كسول وإن أنت مش بتشتغل وإن أنت يعني تيكس أوبورتيونيتيز بتنتهز الفرص والكلام ده كله. فهو قال إن هو درس في جامعة ألمانية ومدرسة ألمانية، وكمان إن هو سترونج سورتس مان وهي كان سبيك مور ذان وان لانجوج وكل الحاجات دي. معنى كده إن هو يبقى studied hard and learned a lot. الجملة الثانية why couldn't Michael tell the truth، ليه مايكل ما يقدرش يقول الحقيقة. وطبعا هنا حقيقة ان راسندال مش هو الملك، علشان ما ينفعش يقول كده بدون ما يقول للناس، او الناس هتقول طب مال فين الملك. فكده في الحالة دي كده لازم يعترف ويقول ان هو خاطف الملك الحقيقي، وكمان killed his personal servant، وقتل الخادم بتاعه اللي هو جوزيف. يبقى he would admit kidnapping the king. السؤال اللي بعد كده what did Rosendahl ask Flavia to do if he didn't come back. Rosendahl لما راح لفلافيا وقال لها طبعا ان هو he is going hunting، وان هو كمان he is going to hunt Michael، فطلب منها قال لها لو ما رجعتش يبقى انت لازم تبقي كوين، ملكة للبلاد. السؤال بعد كده who had the keys to the doors of the castle، مين اللي كان معاه المفاتيح بتاعة القلعة. ايوه ده كان الفرنش اللي هو do got it. السؤال بعد كده if you were Rosendahl، لو انت كنت مكان Rosendahl would you risk your life for روريتانيا، هل هتخاطر بحياتك من اجل روريتانيا. طبعا الاسئله دي براحتك، عايز تكتب يس ماشي، تكتب نو برضه براحتك، اهم حاجه تكتب ليه. فممكن تقول يس نعم، علشان to save the king، تنقذ الملك and روريتانيا، و from Duke Michael and his evil soldiers، تنقذ روريتانيا والملك من ديوك مايكل والجنود الاشرار تبعه. What did Sept mean by if you disappear the game is over؟ Sept كان قصده ايه لما قال لراسندال لو انت اختفيت يبقى خلاص اللعبة انتهت. يبقى كان قصده هنا if Rosendahl is killed، لو راسندال اتقتل it will be easy for Michael to be king، هيبقى من السهل جدا لمايكل ان هو يبقى ملك. طبعا علشان كان خلاص مايكل هيقبض بقى على سبت وفريدز ويقتل الملك الحقيقي ويتجوز الأميرة فلافيا وخلاص يبقى ملك. Even the weak could do brave things. Explain in the light of what happened while saving the prisoner of Zen. بيقول حتى الضعفاء يقدروا يعملوا أشياء شجاعة. يشرح الكلام ده كده في ضوء اللي حصل أثناء إنقاذ سجين زنتا اللي هو الملك. طبعا ممكن نقول مثلا هنا كده this is clear، هذا واضح. When Johan decided to help Rosendahl save the king by working as a spy for them. طبعا جوهان ده كان يعني ضعيف، على عكس مين بقى كمان ماكس his brother اخوه اللي هو كان قوي. فجوهان ساعد راسندال ان هو اشتغل معهم كجاسوس وقدر ان هو يقول لهم على الخطط بتاعة مايكل، وكمان ان هو كان ان هو ساعدهم ان هم يدخلوا الايه المانشن بتاعه في الفصل الايه الاخير. يلا بينا بعد كده نحل سؤال الديالوج، وزي ما قلنا قبل كده اقرا الديالوج بتاعك كامل، ودايما اقرا الاجابه بتاعتك بشكل كويس علشان الاجابه دي هي اللي بيبقى فيها يعني الحل كله، علشان تشوف بقى هتسال على ايه وهتستخدم اداه استفهام ايه. وما تنساش شكل السؤال بتاعك، اداه استفهام وفعل مساعد وفاعل والتكمله بتاعتك. طيب كمل الضرب ما بين زبون وكاشير في المطعم، فالكاشير بيقول له هلو مي اي تيك يور اوردر، ممكن اخد الطلب بتاعك. فالزبون راح ايه الحاجه، فالكاشير قال له شور would you like the combo deal or just the sandwich، طب هل عايز الكومبو ولا الساندوتش. الكومبو ده معناه اللي اصلا اختصار كلمة combination، يعني عايز العرض يعني بقى كذا حاجة مع بعض ولا الساندوتش بس. يبقى فوق هنا كده اكيد هيقول له والله I would like a sandwich، انا محتاج ايه ساندوتش. فالكاستمر سأل سؤال، وده سؤال مش فول ستوب، دي غلط يعني دي كويشن مارك. فالكاشير قال له the combo is 20 pounds، ب 20 جنيه. يبقى كده يساله يقول له how much is the combo، طب هو عامل كام.
فقال له طبعا 20 جنيه. it comes with medium fries and a drink، بيجي طبعا مع بطاطس كده متوسطة الحجم أو علبة بطاطس وسط يعني ومشروب. فقال له حاجة وراح سأل سؤال فقال كوك يعني مشروب، يبقى فهو قال له okay I will take it I will take that. فطبعا كوك ده مشروب، يبقى معنى كده هقول له طب يعني ايه المشروب اللي انت عايزه، او بتفضل انهي مشروب، او ايه المشروب المفضل بتاعك، what kind of drink do you prefer, what's your favorite drink، كل ده صح. فطبعا راح الكاشير سأل سؤال فقال له no that will be all، ده كل اللي انا عايزه. يبقى طبعا anything else، او do you want anything else، do you need anything else. قال له thanks in or out، يعني هتاكل هنا ولا هتاخده take away. ف مثلا ممكن يقول له out، فقال له that will be 20 pounds please، ده 20 جنيه من فضلك، علشان هو هنا لو قال له ان ممكن مثلا يبقى فيه ضريبة مضافة، يبقى اكتر من ال 20 جنيه اللي هو ايه ثمن الساندوتش. يبقى يقول له out او take away و thank you here you are. طيب السؤال بعد كده طبعا اللي هو الباراجراف او الايميل، write a paragraph of about 120 words on one of the following، اكتب واحد حوالي 120 كلمة عن واحد من اللي جاي دول كده، يا اما what makes a person employable، يعني ايه الصفات اللي بتخلي اي شخص قابل للتوظيف يعني ان هو ينفع يشتغل. السؤال الثاني او الحاجة الثانية the role of the Egyptian women throughout history، دور المرأة المصرية عبر التاريخ. ده احنا هنكتبه مع بعض ان شاء الله دلوقتي بعد ما نحل السؤال الايه الترانسليشن. فتعالوا نحل الترجمة وبعد كده نكتب الايه الباراجراف مع بعض. الترجمة بيقول اول سؤال online distance learning is a method of instruction which connects learners with educational resources. يعني بتهيألي ما فيهاش كلمات صعبة يعني. قلنا دايما لما تحب تبدأ تترجم ابدأ دايما بالفعل، فعندك كلمة is بس ما تكتبش معناها يكون، عشان معناها يكون دي مش ظريفة شوية، فممكن نقول كده يعتبر يعد. يبقى يعتبر التعلم عن بعد أحد طرق التوجيه، اللي هي كلمة instruction أو أحد طرق التعليم، هي دي ماشي ودي ماشي. طبعا أنت عندك كلمة method اللي هي معناها طريقة، و instruction اللي هي معناها تعليم أو توجيه، ونقول كمان مثلا resources اللي هي معناها موارد. فيعتبر التعلم عن بعد أحد طرق التوجيه أو التعليم، وذلك يتم باستخدام الإنترنت اللي هو التعلم ده كده. ويربط هذا النوع اللي هي كلمة connect، يربط هذا النوع من التعليم المتعلمين بمصادر المعرفة. لو أنت لاحظت إن أنا استخدمت كلمات كتيرة من عندي مفيش أي مشكلة خالص، ده أنت لازم تستخدم كلمات من عندك علشان تخلي الموضوع بتاعك كده مرتبط ببعضيه، ما تترجمش أبدا ترجمة حرفية. الجملة الثانية the state strives to improve life conditions for its citizens in various fields. state اللي هي معناها طبعا معناها ولاية، يعني the United States of America الولايات المتحدة الأمريكية، بس هي تستخدم هنا كنون بمعنى الدولة الحكومة يعني، و strive بمعنى تسعى تبذل أقصى ما لديها، و improve يحسن، و conditions طبعا ظروف، و citizen مواطن، و various مختلف و fields مجالها. يبقى هنبدأ بالفعل اللي هو strive، يبقى تسعى تحاول الدولة جاهدة إلى تحسين أو أن تحسن ظروف المعيشة للمواطنين في المجالات المختلفة. طيب الترجمة الثانية أتاح بنك المعرفة المصري الحصول على المعلومات من مصادر علمية موثوقة. هنا طبعا عكس بقى لما تيجي بتبدأ بالسبجكت الفاعل، يبقى بنك المعرفة المصري اللي هو The Egyptian Knowledge Bank. طيب يتيح اللي هي معناها يوفر، اللي هي بمعنى كلمة provide معلومات طبعا اللي هي information و reliable scientific sources. يبقى نقول بقى كده The Egyptian Knowledge Bank provides information from reliable اللي معناها موثوق، scientific علمي، sources بمعنى موارد أو مصادر. الجملة الثانية لا يمكن لأحد أن يهزمك أو يهزمك أو يعرقل نجاحك طالما تتسلح بالعلم والأمل. يبقى بنفس الطريقة فعل، يبقى لا أحد، يبقى no one. لا يمكن يعني كان يهزم beat أو defeat. طب يعرقل نجاح اللي معناها هندر. طب لو انت مش عارف معنى كلمة يعرقل خلاص الدنيا مش هتقف. يعرقل دي معناها ايه بالعربي؟ معناها يمنع يوقف، يبقى stop. يبقى no one can beat or hinder your success as long as طالما you are armed with
طالما تتسلح بالعلم. يبقى ساينس اللي هو العلم، اند هوب واللي هو الامل. طيب بالنسبة لموضوع التعبير، تعالوا كده نقرأ موضوع التعبير كده اللي احنا ايه كتبنا كده دلوقتي ونراجعه مع بعض. اولا لما تيجي تكتب موضوع تعبير، اكتب العنوان بتاعك كده هنا كده، ادي العنوان اهو. لازم في البداية اروح سايب مسافة كده في الاول، دي اول حاجة. طب الحاجة رقم اتنين، ما تنساش بقى ان اول حرف في الجملة بتاعك لازم يبقى حرف كابيتال، دي مهمة اوي. طب الحاجة التانية ان لازم اي موضوع يبقى فيه عندك مقدمة في الاول، وبعد المقدمة الموضوع بتاعك، وفي الآخر خالص الخاتمة. دول كده التلات حاجات أساسية اللي موجودة في أي باراجراف: مقدمة والموضوع بتاعك والخاتمة. طيب من الملاحظات التانية برضو إن خلي الجمل بتاعتك صغيرة، علشان كل ما تطول الجملة بتاعتك كل ما تبقى عرضة للأخطاء. طب من الحاجات التانية إنك دايما استخدم سينونيمز. يعني إيه يا مستر سينونيمز؟ يعني مترادفات، يعني متحاولش تكرر الكلمة كتير، مرة مرتين، يعني هات بقى يعني معاني مشابهة ليها. طيب كمان زي ما هنشوف دلوقتي، دايما استخدم أدوات الربط بتاعتك، يعني مثلا first second in addition because so therefore وهكذا. طيب يلا بينا نقرأ كده اللي احنا كاتبينه مع بعض. At the beginning let's all agree that we need work to earn money to live. في البداية لنتفق ان احنا محتاجين الشغل علشان يعني نكسب فلوس علشان نعيش. In order to get a good job، علشان تحصل على وظيفة كويسة، you must have academic qualifications، لازم يبقى عندك طبعا academic qualifications اللي هي مؤهلات علمية، and personal qualities والسمات الشخصية. يبقى احنا اكيد بقى هنتكلم عن الحاجتين دول كده. For the academic qualifications للمؤهلات العلمية، it will be better if you have a university degree، هيبقى أفضل لو انت معاك university degree، طبعا اللي هي معناها درجة علمية، or أو postgraduate studies أو دراسات عليا. Also أيضا، أدي استخدم أدوات الربط بتاعتك. Also أيضا، you should know how to deal with modern technology، كمان إزاي تستخدم التكنولوجيا الحديثة زي the computer، computer the internet the mobile phone and so on. طيب it's obligatory، من الضروري to speak more than one language too، كمان لازم تتكلم أكتر من لغة. أدي كمان كلمة to معناها أيضا. This will add to your CV and will enable you to get a good salary. ده طبعا هيضيف كتير للCV بتاعتك، السيرة الذاتية. وكمان enable اللي معناه يمكن، ويمكنك انك تحصل على a good salary، مرتب كويس. For the personal qualities، بالنسبة للسمات الشخصية، it's a must to have different kinds of characteristics، لازم يبقى عندك انواع مختلفة من characteristics اللي معناها صفات، زي كلمة qualities. طيب for example، على سبيل المثال، you should be sociable، لازم انك تكون sociable بمعنى اجتماعي، to make friends with your customers، علشان تعمل صداقات مع الكاستمرز الزبائن بتاعتك او clients اللي هم العملاء. in addition، هذه in addition ادوات ربط، you need to be punctual، لازم تبقى punctual، دي بمعنى ملتزم، يعني don't go to your work late، ما تروحش الشغل بتاعك متأخر. هذه كلمة because، اربط. This will give a bad impression، ده هيدي bad impression، انطباع سيء، that you don't care about your work، انك انت مش بتهتم بالشغل بتاعك. Furthermore، ده تربط ايضا، it's necessary، من الضروري. شايفين كده احنا قلنا مرة مثلا كلمة must، مرة كلمة obligatory ضروري، ادي مرة كلمة necessary ضروري. To be conscientious، عندك في المنهج انك تبقى مجتهد، يقظ الضمير، مجد في العمل، and loyal ومخلص to your workplace، للمكان اللي انت بتشتغل فيه. Moreover، هي أداة ربط، your appearance is essential، المظهر بتاعك ضروري جدا. You must wear good clothes، البس ملابس كويسة، to look handsome، عشان تبدو وسيم. Last but not least، آخر حاجة، you must show respect to everyone، لازم انك تظهر الاحترام للآخرين، because the rule is، علشان القاعدة respect to be respected، احترم لكي تحترم. In conclusion، في النهاية، يبقى دي كده الخاتمة بتاعتي. يبقى احنا عملنا مقدمة وعملنا الموضوع بتاعنا وادي الخاتمة. If you would like to get a good job، لو انت عايز تحصل على وظيفة كويسة، you need to have a mixture، لازم يبقى عندك خليط من academic and personal qualities. طب الخاتمة دي كده بنكتب فيها ايه مستر؟ الخاتمة دي كده بتلخص الكلام اللي انت قلته. احنا اتكلمنا عن السمات الشخصية والسمات الأكاديمية أو الصفات الأكاديمية، هي الجملة، هي بالظبط زي المقدمة
يعني مفيش ايه اي اختلاف ما بين ايه الاتنين او يعني. طيب ده كده كان موضوع الايه التعبير بتاعنا، وكده كانت اخر حاجة معانا النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا ويكون الفيديو عجبك، وان شاء الله باذن الله ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان عايزين الفيديو يوصل لناس كتيرة جدا، وربنا سبحانه وتعالى يوفقكم ويكرمكم، وان شاء الله استنونا في النموذج الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.